مساء الخير، كيفكم بنات؟ اليوم ان شاء الله جايبت لكم فيديو جديد في سلسلة العطور اللي انا مسويتها هالشهر. الفيديو اليوم عن العطور اليومية وممكن تستخدم دوام او للطلعات النهارية. اول عطر هو عطر جاردينيا. عطر جاردينيا يعتبر افضل عطر يحتوي على جاردينيا. فيه تحسين اول ما تشمينه بريحة حمضيات مثل اليوسفي، زهرة البرتقال، وبعدين تيجي عاد بعدها ريحة الياسمين والجاردينيا والسوسن، ولما يبرد تطلع ريحة المسك، العنبر وخشب الصندل. فهو من العطور اللي تبدأ خفيفة بس عطيها فرصة وبتثقل بشكل رقيق مو بشكل قوي ويزعج، عشان كذا ينفع للنهار. هو يجي بس 50 ملي وعلبته جدا أنيقة. روز اوف بيترا، هذا العطر من دار ستيفان امبير لوكا. قد حكيت لكم عن هالماركة في الفيديو اللي قبل، اذا ما شفتوه بحط لكم لينك تحت. هي ماركة تحب تستوحي عطورها من الشرق الاوسط وتراث الشرق الاوسط. طبعا اسمها روز اوف بيترا، يقصدون مدينة البتراء اللي في الاردن، والمكون اللي فيه الوردة البلغارية، وفي نوتات فواكه غنية، كمان فيه بهارات زي الهيل والكمون اللي خلت هذا الخليط يجمع ما بين القوة وبنفس الوقت الانتعاش، فعشان كذا يصلح نهاري بامتياز. عشان كذا هو مختلف عن العطور الثانية اللي فيها ورود، لأن فيه انتعاش الفواكه وفيه حدة وعمق الهيل والكمون. آخر عطر لهالفيديو هو من عطور لورينزو، اسمه تنتونيج، يعني باللغة الفرنسية لون الثلج، أتوقع كذا ينطق. العطر يصلح للرجال والنساء، هو باودر بحت قوي صحيح، بس إنه قوي بطريقة نظافة، ريحة نظافة، ريحة اللي يحب روائح الأطفال، كريمات الأطفال وشامبوات الأطفال. هو فيه نوتات روز وياسمين، وتحسون شوي ريح تسويت، بعدين لما يثبت ويثقل يكون ريحته بودرة بحتة. عشان كذا هذا المحبين روائح النظافة والبودرة، وجدا مناسب للصباح أو للخلط مع العطور مرة يطلع حلو، وكمان أنصح فيه العرايس. إن شاء الله أعجبكم الفيديو، حكيت لكم عن هذه العطور الثلاثة وكل التفاصيل والروابط بتلاقونها تحت في الديسكريبشن بوكس. الروابط كلها الموقع لادوري، واذا عندكم فرع قريب منكم بليز بليز روحوا شموا العطور اللي انا قلت لكم عنها، وقولوا لي رايكم يا في الكومنت يا في كومنت الانستغرام، لا تحرموني ارائكم. ان شاء الله عجبكم واشوفكم على خير، مع السلامه.